وركل الجزاء خلاص الحكم. اللعبة اللي عملها احمد الشيخ وجات في ايد عمرو السلية. عاصم عاصم اكرامي جول 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 يسجل عاصم صلاح اول اهداف الجيش في مرمى مين؟ في مرمى حامل اللقب من ركل الجزاء المدير الاداري. وهدف التقدم هيفرق معنويا كتير مع لعيبة احمد سامي يلعبها في وسط المرمى ويتحرك شريف على الزاوية. ضربة حرة للنادي الاهلي وتبديل. ادي تسديدة الحائط البشري. بص شوف احمد الشيخ بيعمل ايه. بسام ولا يقدر يعمل لها حاجة. لو قعد اسبوع تحت المرمى مش هي